بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن مع حل تدريبات درس الخليفة العادل عمر بن الخطاب. نبدأ الآن مع الأنشطة اللغوية، أنشطة مهارات القراءة الصامتة. الآن هنا معنا السؤال الأول: ما الشخصيات الرئيسة التي وردت في المسرحية؟ من الشخصيات التي وردت في المسرحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا المصري وأنس وعمر بن العاص ومحمد بن عمر بن العاص. السؤال الثاني: صف حالة الرجل حين دخل على سيدنا عمر، والرجل هو المصري. حالته كان يرتعد خوفا، كان يرتعد خوفا. السؤال الثالث: من أين جاء الرجل ولماذا؟ الرجل جاء من مصر، ولماذا جاء؟ جاء ليشتكي من ظلم وقع عليه من ابن الوالي. ومعنا الآن السؤال الرابع: كيف نال ابن الوالي عقوبته على فعلته حيث ضربه المصري بالصوت حتى اكتفى؟ السؤال الخامس: لماذا رفض الرجل ضرب عمرو بن العاص؟ الإجابة هي: لأنه لا يأخذ الحق إلا ممن ظلمه، والذي ظلمه هو محمد ابن عمرو بن العاص وليس عمرو بن العاص. ثانيا: أنشطة مهارات القراءة الجهرية. نأتي إلى السؤال الأول، هنا اقرأ النص قراءة جهرية صحيحة معبرة، قرأناه في الدرس السابق. وهنا عندنا بعض معاني الكلمات أيضا شرحناها في الدرس السابق. الآن نأتي إلى السؤال الثالث: أستبدل بالكلمات والتراكيب التي تحتها خط فيما يأتي ما يؤدي معناها، ثم أوظفها في جمل مفيدة من إنشائي. الآن معنا هنا الجملة: هو يأخذ لك ممن تزعم أنه ظلمك. معنى تزعم تدعي، معنى تزعم أي تدعي أنه ظلمك. والآن الجملة: لا تدعي الصدق وأنت كاذب. الجملة الثانية هي: أهكذا تساس الرعية؟ ومعنى تساس تحكم الرعية. والمثال هو: يجب أن تحكم الرعية بالعدل. المثال الثالث: يا أمير المؤمنين نقر بذنوبنا. ومعنى نقر أي نعترف، نقر نعترف بذنوبنا، ونعترف بما اقترفنا. ومعنى اقترفنا فعلنا، معنى اقترفنا فعلنا. والمثال هو: نعترف بأخطائنا مع غيرنا. وأيضا المثال على فعلنا: ما فعلنا إلا الخير. والجملة في السؤال الرابع: اذكر المعنى الذي تفيده كل من العبارتين الآتيتين: هدئ من روعك. ما معناها؟ معناها أي خفف من خوفك. الجملة الثانية: أجرى عمرو ابن العاص الخيل بمصر. ومعنى أجرى أي أقام مسابقة جري الخيول. والآن السؤال، أسئلة المناقشة والتحليل، المناقشة والتحليل. أتفاعل مع النص بالإجابة عن الأسئلة الآتية: أولا، ورد في نص المسرحية أن أنس بن مالك قال لنفسه: يبدو أنه مظلوم حقا. مما استنتج ذلك؟ أي مما استنتج أنس بن مالك أن الرجل مظلوم؟ استنتج ذلك من خلال خوفه وبكائه. ثانيا، احكي بأسلوبك شكوى الرجل، شكوى الرجل المصري عندما دخل على عمر بن الخطاب. هكذا قد تكون: إن ابن والي مصر ضربني بالصوت لأني فزت عليه بسباق الخيل مثلا. السؤال الثالث: لم يجزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن الرجل مظلوم من البداية ولا حين سمع القصة منه. استخرج من النص ما يفيد ذلك. نستنتج ما يفيد ذلك عندما قال له عمر: وسنرى إن كنت مظلوما. ثم بين السبب، لماذا لم يحكم مباشرة عمر بن الخطاب للرجل عندما قال أنه مظلوم؟ لماذا؟ لأن العدل يقتضي أن يسمع من الطرفين، يسمع من الرجل ويسمع من محمد بن عمرو
ابن العاص. السؤال الرابع: جاء في المسرحية أن عمر بن الخطاب قال: ويح عمر، ويح عمرو، هل درى بما جرى في السباق؟ فإنه إن فعل فقد ابتدع بدعة في الحكم لا تتحكم فيه إلا أفسدته وقوضته، قوضته أي أهلكته وهدمته. ألف: ما البدعة التي يشير إليها عمر في هذه العبارة؟ البدعة التي قصدها هي تفضيل أبناء الأمراء على بقية الشعب. ب: ما خطرها على الحكم؟ خطر هذه البدعة: سوف يختفي العدل وينتشر الظلم إذا فضل الأمراء أبناءهم على بقية أفراد الشعب. السؤال الخامس: صف موقف عمرو بن العاص من حكم أمير المؤمنين وبين رأيك فيه. موقف عمرو بن العاص القبول والرضا، حيث قبل ورضي بحكم عمر الخطاب. وعلى ماذا يدل هذا؟ يدل على امتثال أمر ولي الأمر وطاعته، حيث أن عمرو بن العاص كان مطيعا للوالي للخليفة عمر بن الخطاب. سؤال خامس: صف موقف عمرو بن العاص من حكم الأمير، بينا الرأي فيه. السادس: بما تعهد عمرو تجاه كل من ابنه والرجل؟ تعهد أن ينصح ابنه بالموعظة الحسنى، وكذلك تعهد أن يرعى الرجل ويحفظه ويحميه. السؤال السابع: قال عمر رضي الله عنه لعمرو بن العاص: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ اشرح هذه العبارة ثم بين رأيك فيها. الشرح هو: أي لا يجوز لأحد أن يتكبر على عباد الله ويجعلهم عبيده، لأن الله ولدهم، أي ولد الناس أحرارا. وما رأيك في هذه العبارة؟ هي عبارة رائعة، حيث أنها تصلح أن تكون حكمة. سؤال ثامن: اذكر صفة واحدة لكل من عمر بن الخطاب، ما هي صفته؟ العدل، لأنه عدل بين المصري ومحمد بن عمرو بن العاص. الرجل المصري ما هي صفته؟ صفته الجرأة، حيث تجرأ وضرب محمد بن عمرو بن العاص وهو والي مصر. وعمرو بن العاص من صفته الطاعة، حيث أطاع عمر بن الخطاب. وابن عمرو، يعني محمد بن عمرو بن العاص، من صفاته التعالي، لأنه ضرب المصري، التعالي بمعنى التكبر، ضرب المصري عندما فاز عليه. سؤال تاسع: أي شخصيات المسرحية أعجبتك أكثر ولماذا؟ نقول هنا: شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولماذا؟ بسبب عدله بين الناس. السؤال العاشر: ما الذي استفدته من هذه المسرحية؟ استفدنا أهمية الحكم والعدل، أهمية الحكم بالعدل ورفع الظلم عن المظلومين. السؤال الحادي عشر: للمسرحية عناصر فنية كما هو الحال في القصة. ألف: استخرج من المسرحية الشخصيات والزمان والمكان، القضية التي دارت حولها أي العقدة والمشكلة، والنهاية التي آلت إليها أي الحل. الشخصيات في القصة: عمر والمصري وأنس بن مالك وعمر بن العاص ومحمد بن عمرو بن العاص. أما الزمان فهو زمن خلافة عمر بن الخطاب. المكان: بيت الخلافة. والقضية أي العقدة: شكوى المصري من ابن عمرو بن العاص وهو محمد. أما النهاية والحل: أخذ الرجل حقه من ابن عمرو قصاصا، حيث ضربه بالصوت كما ضربه. ب: تقوم المسرحية على الحوار، يوجد حوار في المسرحية وقد بينا ذلك. الحوار كان بين عمر بن الخطاب وبين المصري وبين عمر بن الخطاب وبين عمرو بن العاص. ولا يرد السرد إلا في مواطن تعريف القارئ أو المخرج بأوصاف المكان وتفصيلاته، أو بأوضاع الشخصيات وانفعالاتها وحالاتها النفسية أو الفكرية وسواها. استخرج من نص المسرحية مواطن السرد، شرحناها سابقا، وهي أي مكان في المسرحية يوجد فيه وصف فهو بمثابة السرد. جيم: اذكر ما تجده من فروق بين القصة والمسرحية. الآن هنا الفروق بين القصة والمسرحية تجدونها هنا: هذه القصة، على ماذا تقوم القصة، وهذه المسرحية. هنا تجدون الفرق بين القصة وبين
المسرحية. الآن السؤال التالي، استخرج من المسرحية، السؤال الثاني عشر، استخرج من المسرحية ما يأتي: ألف فعلا مضارعا مرفوعا وهو ينظر، ومنصوبا يقدم حتى يقدم، هذا منصوبا وهذا مرفوع ينظر، أيضا ثالث مجزوما، هذا لم تتصل تتظلم سبق بأداة ماذا؟ بأداة الجزم لم. وبين علامة إعراب كل منها. العلامة هنا مرفوع وعلامة رفعها الضمة، الضمة، لم تتظلم مجزوم وعلامة جزمها السكون، ومنصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. وباء فعلا ماضيا، استخرج فعلا ماضيا وفعل أمر، وبين علامة بناء كل منهما. الفعل الماضي رق كما تشاهدون هنا، الفعل رق هذا هو فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، وأقم هنا فعل أمر مبني على السكون، وجيم هنا استخرج اسما به حرف يكتب ولا ينطق وهو عمر، حرف الواو يكتب ولا ينطق، وكلمة كلمة بها حرف ينطق ولا يكتب وهو لفظ الجلالة الله، وهو الألف التي بعد اللام فهي تلفظ ولا تنطق. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية حل هذه التدريبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.